يصورها معاهم. احنا كنا قاعدين في حالنا، ما فيش ولا اي حاجه، ما شفنا الا القصف شغال. قصفوا ناس جيراننا وصار اصابات كتير، اتاثر ان تقريبا 5 دور وكتير في اصابات وفي شهيده. ولحتى الان انا مش عارفه لسه في شهداء ولا لسه وين ايش فيه، مش عارفه. كتير اطفال، بالنسبه للاطفال ولا 50 طفل في ال3-4 دور الموجودات، واكثر من 50 طفل في النجار. هم انا مش عارفه ايش، انا مش، احنا في الكويت انا مش عارفه ايش في النجار، مش عارف. نفسي حدا يطمنا يا خالتي. والدار فاضيه، اللي قصفوها الدار فاضيه، فيش فيها حدا. ايش نعمل يا خالتي، ايش نعمل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلمنا، حسبي الله ونعم الوكيل. انا بعرف جارتنا استشهدت من دار حماد، استشهدت، الله يرحمها. الحمد لله على كل حال يا خالتي.